السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار. طبعا بعد حدوث مشاكل في القناه الاولى جياسكا اخبار تي في، وقلنا لكم الاخبار في هذه القناه اللي نتمنوا ان شاء الله منكم كل الدعم، فقط لا تبخلوا علينا. حصريا راح نعطيكم مقطع من تصريحات مدرب مولودية وهران بالعطوي، يعني لما لعبوا آخر مباراة مع شبيبة القبائل، وبعض الناس يعني وناس الجمهور وبعض الأطراف هكا اللي يحبوا يديروا الفوضى، وش هضر لهم؟ قال لهم من يشك في ترتيبنا لمباراة شبيبة القبائل ما عليه إلا رفع دعوى قضائية. قال لهم اللي يشك في الترتيب نتاعنا ما المباراة شبيبة القبائل غير يرفع ضدنا دعوى قضائية، وحنا رانا واجدين. قال لك لا أشك في نزاهة اللاعبين، وأقول لمن اتهموني وطلبوني بتقرير أنا مدرب ولست محقق. قال لكم أنا مدرب ومانيش محقق. راه نخليو لكم إن شاء الله تسمعوا واش قال، تبعوا الفيديو حتى النهاية. والله هزيمة ضرتنا بزاف، هزيمة قاسية ما كناش ننتظروا فيها الحقيقة، لكن ضمن ردة الفعل تاعنا كانت سيئة وخيبنا كل الأمل تاع الجماهير تاعنا، لكن ما هي إلا مقابلة وإن شاء الله نطوي هذه الصفحة ونحضروا المقابلة الجاية ذات شهر يوم العيد إن شاء الله. إن شاء الله كاين هناك حديث عن بيع بعض اللاعبين للقاء أو ربما تهاون. نعم هناك حديث عن تهاون بعض اللاعبين في مباراة شبيبة القبائل. تهاون ولا بيع؟ أنت كمدرب راه قريب للمجموعة، أش تقول على الحال؟ والله أنا ما نشكش في النزاهة تاع الجميع. أولا أنا نقول باللي فريق شبيبة القبائل يستحق الفوز تاعه، الفوز كان فوق الميدان، الكل كان كما يقول لك احنا ما كناش في اليوم تاعنا، تحكيم جيد، حكم الله يبارك السيد مشهريه اللي ادى دور كبير، الترحاب كان كبير، كل كانت الظروف مواتيه، لكن احنا ما عرفناش.